اذا كانت ميزانيه المشروع يعني اتخبطت مننا المره دي شويه. لا لا مش مشكله، اما تيجي في الميزانيه انا ما عنديش مشكله، بس شغلك المره دي كويس، برافو، انا مشروع كويس. انت بقى يا سليم مع انك لعبي بس المره دي عامل شغل كويس ما شاء الله، بقيتوا اساتذه، انا ابتديت اخاف منكم، ربنا يستر. ربنا يخليك يا فندم. بس حضرتك لو تقول لنا على مواطن الضعف في المشروع ده عشان نتجاوزها في المشاريع اللي جايه بعد اذنك. مواطن الضعف؟ مواطن الضعف. اسمعوني كويس يا جماعه، المساله مش مساله ضعف وقوه، الفكره ان انا في الفتره دي بدور على حاجه جديده. جراي يا استاذ كريم، يعني احنا بقينا موضه قديمه ولا ايه؟ لا لا ما اقصدش هنوها طبعا، يا جماعه احنا دلوقتي ترتيبنا في السوق بقينا رقم واحد، بقينا منافسين كتير جدا، والمنافسين دول بداوا يقلدونا، وعشان بيقلدونا بقينا كلنا شبه بعض، انتوا فاهميني؟ اكيد يا فندم. عشان كده ما كانش قدامي غير حل واحد، ان انا اعمل اعلان عن مسابقه افضل تصميم، وبكده يبقى انا كسبت دم جديد للشركه. بس طب لو ما حدش نجح في المسابقه ساعتها هتعمل ايه؟ خلاص يبقى ما عنديش حل غير اني اختار مشروع منكم انتوا الثلاثه بس. ده اللي هو طبعا هيبقى المشروع بتاعي. اكيد لا طبعا. انا اتمنى طبعا بس يبقى مشروع كويس. حاضر يا فندم. خلينا بقى نمشي من هون. ايه حبيبتي خليك ارتاحي، حالتك اصلا ما بتسمح لك. بس الدكتور سمحت لي. كيف يعني الدكتوره سمحت لك؟ اسالي يا ازم، شو صدقتيني؟ يا ليلى حبيبتي هلا منفل، بس ما فينا نفل بلا ما يجي عاصم ويحاسب، ما هيك يا ساميه؟ حتى لو بلش ممنوع الواحد يطلع من المستشفى الا اذا الدكتور كتب له ورقه خروج.